السلام عليكم صالح. شوف صالح الصوص بدل كان مليح جاوبني. سلام صالح، سلام بالله، سلام عليكم. شوف عبد الغني برويس الصوت ترى سلام سلام. لاباس اخوتي، بارك الله فيك يا صالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني مناضلين التنسيقية الوطني لقدماء الجيش الوطني الشعبي بجميع الفئات، سلام الله عليكم جميعا. عندنا فيديو هذا نوضح فيه واحد النقاط. البارح تحركنا للجزائر العاصمة أنا وبعض من الزملاء وهم رؤساء التنسيقيات الوطنية منهم جنود الاحتياط، منهم جنود الاحتياط 95 99، منهم 18+6 رئيس التنسيقية، منهم المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب والدفاع الذاتي، ست تنسيقيات ونسبة. كان اللقاء تاعنا في مدير الحفلة الانتخابية بالجزائر العاصمة مع في مكتب مدير الحملة الوطنية مراد مراد إبراهيم، نشكرهم على الاستقبال، على حسن الاستقبال. تقدمنا بالبيان اللي درته التنسيقية، تكلمنا على التنسيقية، البيان اللي درناه يوم 16 ماي 2024، مطالبة بعهدة ثانية للرئيس عبد المجيد تبون، و بيان مساندة. بعدها هذا مع السكرتير الخاص لمدير الحملة. بعدها كان اللقاء مع المدير الوطني للمجتمع المدني السيد بن براهم نور الدين، هو وبعض المسؤولين معه في المكتب. تكلمنا على عدة نقاط وان شاء الله فيها الخير. النقاط اللي تكلمنا عليهم يعني 95%، وهي الحملة الانتخابية السعر. احنا رحنا باسم التنسيقية للمشاركة في الحملة الانتخابية لدعم السيد عبد المجيد تبون. قلنا 95% كان الكلام على الانتخابات الرئاسية يوم 7 مارس والدعم عبد المجيد تبون في الحملة الانتخابية. الصوت ناقص. قلنا تقدمنا بالتعريف تاع الفئة تاعنا، كل واحد تقدم بالتعريف الفئة تاعو، وكذلك قدمنا البيانات تاعنا تاع المساندة تاع الرئيس مع الأسبوع القادم يوم الأحد إن شاء الله. تقدم القوائم الإسمية تاع المنسقين الولائيين والبرامج تاع التنسيقية باسمي وباسم مشطوبي الجيش الوطني الشعبي. نتقدموا بالشكر للمدير الحملة سيد مراد
ابراهيم والسيد نور الدين بن براهم وكل من كان في المكتب معهم في اللقاء هذا اللي جرى، نشكرهم على حسن الاستقبال. كذلك كانت عندنا دعوة من طرف مدير الحملة اليوم الساعة الواحدة بسينما الأطلس بالجزائر العاصمة. اللقاء هذا راح يديره مدير الحملة الوطنية مع التنسيقيات الوطنية على المستوى الوطني والمنظمات. كان اللقاء هذا على الوحدة، أنا خليت واحد عندي ظرف هكذا تروحت عندي ظرف. اللقاء صرا اليوم على الوحدة في سينما الأطلس مع مدير الحملة وهم التنسيقيات باش يقدموا الانشغالات تاعهم ويشوفوهم. وحنا الاسم تاعنا او التنسيقيه تاعنا راهي مدونه من قوائم تاع التنسيقيات اللي مدعمه رئيس الجمهوريه سيد عبد المجيد تبون. نقول له بارك الله فيك على الدعوه هذه اللي دعيتنا لها اليوم بقاعه الاطلس. حنا قلنا حنا نخدموا ونتوكلوا على ربي، اما التوفيق من الله عز وجل. حنا الشيء اللي قدرنا نديروه او درناه والحمد لله. اليوم التنسيقية رفع العام والخاص على المستوى العالي، سلطة مدنية، سياسيين عسكريين يعرفوها، يعرفوا المطالب تاع التنسيقية، يعرفوا الهيكل تاع التنسيقية، يعرفوا المنسقين الولائيين على المستوى الوطني. نقولوا الحمد لله. كذلك هنا راح يكون عندنا لقاء آخر الأسبوع القادم مع مدير الحملة سيد إبراهيم سيد مراد. راح يكون أنا وخمس مناضلين أو ربع مناضلين معايا المستوى الوطني، نكونوا مع مدير الحملة في الجزائر العاصمة، نتقدموا نهضر واش كاين فيما يخص القضية تاعنا ورسالة إن شاء الله يسلمها الرئيس الجمهورية. هذا الشيء اللي الحوصلة واش صرا البارح الأربعاء في الجزائر العاصمة. إخواني المناضلين، القائمة الإسمية راح نسلموها للمدير الحملة تاع المنسقين الولائيين اليوم إن شاء الله. ممكن ننشروها في صفحات التواصل الاجتماعي تكون بالبارتاج وتشوفوا المنسقين الولائيين الأسماوات راه محطوطين في مدير الحملة. انتوما راهم يتصلوا بكم مديري الحملات على المستوى الولائي، عندكم البلديين. قلنا المنسقين الولائيين ينسقوا مع المديريين الولائيين للحملة والبلديين ومع البلديين كل واحد على مستواه، نخدموا الحملة الانتخابية منا اللوسات ان شاء الله. حنا مننا من جميع المنظمات او التنسيقيات او الاحزاب السياسيه اللي مدعمه تبون، حنا كذلك رانا مدعمينه. اللي نهضروا انا واللي نتكلم عليه ماشي حنا نقولوا نتكلموا بغير بالكلام، حنا لازم اقوال وافعال. لازمنا كي نقولوا ندعموه لازمنا نديروا التحسيس، لازمنا حنا نديروا التحسيس، لازمنا ما نخسروش، لازمنا حنا كي نمشيو لازم تطمر ان شاء الله ونبينوا رواحينا في الساحة بلي التنسيقية تاع قدماء الجيش راهي تمشي وراهي تخدم وراهي دير وشاركت ودارت ودارت ودارت. ما بقاوش حنا مكتوفين الأيدي، حنا قلنا نخدمو والتوفيق من الله. حنا لازمنا نخدمو بويسك التنسيقية هذه البرنامج تاعها ماهوش درك غير على الحقوق. حنا هضرنا عدة مرات أن التنسيقية عندها برنامج كبير وإن شاء الله يطمر علينا ويتمر للدوله كذلك. ماشي حنا جينا نهضروا هضره مش منا ولا من حنا، قلنا التنسيقيه دي عندها حتى رؤيه في البرنامج تاعها، حتى رؤيه اقتصاديه. حنا على بالنا بلي في المنضه الجايه كاين استثمارات، كاين حنا عندنا المناضلين في الصحراء كاينه الارض، استثمار صناعي استثمار فلاحي وكاينين اهل الاختصاص ويتسجلوا ونديروهم في القوائم المثالية. احنا قلنا في البرنامج تاع التنسيقيه او الريزويت كوبا وكي تروح لي لا فوتوني نعاود الكلام. قلنا في البرنامج تاع التنسيقيه عندنا رؤيه كذلك اقتصاديه. احنا على بالنا في العهده الجايه تاع الرئيس الجمهوريه على بالنا راهم يضربوا على الدينار راح يطلع الاقتصاد كذا كذا. احنا لازمنا
كذلك نكونوا فيها القضيه وحدها، الكرامه، الحقوق، التامين اللي هضرنا عليه او كوطيم حتى هذه كذلك نكونوا فيها. احنا عندنا مناضلين بزاف في الصحراء، عندنا في اضرار، عندنا في غردايا، عندنا في واد السوف، عندنا في ايليزيا، عندنا حتى هما كذلك يشاركوا ويديروا لي بلو، يديروا لي ستاتي تاعهم. حنا له ما يكونوش تاعنا بعد المناضل، ما في الشمال يدي اللي يسكن في الغابه، اللي يسكن في الجبل، اللي يسكن اللي حاب يدير استثمار يدير قضيه وحدها وهذه وحدها، على ما يكونوش تاعنا هنا ويشاركوا فيها بقوه. كاين الدوسي ادفع قوائم اسميه وندفعوا يدي، وكاين في بعض الولايات اللي استفادوا من القطع الارضيه باسم التنسيقيه والحمد لله، فلاحيه الخطره الجايه يديروا صناعيه ويكونوا تاعنا تاني، على ما يكونوش قضيه وحدها وهذا الموضوع وحده، ماشي نقولوا حنا كذا كذا. هذا البرنامج في التنسيقيه تكون ثاني رؤيه اقتصاديه للناس، قادر الناس عندنا تخدم وتدير الاستثمارات، ربي يسهل، ما يبقاش شرط في القضيه تمشي. مي هذه الفوبا تراطيوها ثاني، بوركو با ما يكونوش حتى هما اللي مدايرين الاستثمارات ويخدموا ويديروا التجاره ويديروا الصناعه. لهذا احنا التمسنا النيه من رئيس الجمهوريه باللي كاين برنامج مليح وكذا، يبقى احنا تاني لازمنا نشاركوا. لهذا انا واش راح نقول لكم في الفيديو، احنا كي نمشيو في الانتخابات هذه نمشيو مع رئيس الجمهوريه سي مجيد تبون، لازمنا نشاركوا. المديرين ما يعيطوا للمنسقين الولائيين، واللقاء راه يكون في مع المدير الحمله الخطره الجايه ك مشطوبين، ويكونوا معنا المتقاعدين، ممكن يكون حتى جهاد من تبسه متقاعد يكون معنا، يكون معنا احنا نروحوا نزيدوا نقدموا انشغال تاعنا، وممكن نكونوا حتى مع رئيس الجمهوريه في كانش لقاء نبغى خفيف ان شاء الله نوصلوا ونقدموا الانشغال تاعنا. احنا كي نقولوا نوقفوا مع رئيس الجمهوريه ماشي باه يدي الانتخاب باش لاخر وبس، احنا لازم كي نجيبوا كي نمشيو في الانتخاب لازم كيما يقولوا بالدرجه لازمها تنفض، لازم يكارطوني حنايا. ممكن المهم ما نعرفش شحال الشيفر تاع المنبر دو فوتو العام هذا، لا 25 مليون لا 24 لا 26 مليون لا ما على بالي شحال اكزاكت، مي حنا لازمنا نهضروا باش نشوفوا شيفر. لازم نخدموا على 12 مليون فما فوق، لازم تجيب له شرعيه تامه كيما يقولوا بالدرجه، لازم الرئيس بالاصوات وبالاصوات كبيره وفايت النص، واللي قاعد يقول لكم الانتخابات ما تكونش ويقول لكم هكذا وكاين الناس يدير في البلباله ونصرى ويحوسوا يفرضوا رواحيهم سياسيين ولا التقصى ولا بعض الناس هكذا اللي حاسبين روحهم بهم تمشي الانتخابات، ولو كان يخطيو ما تمشيش باش يفرضوا روحهم، يا ترجعونا يا نديروا البلبله، اي ما كانش هادي. واحد ما يمشي معاهم واحد ما يتبعهم، والانتخابات ان شاء الله تمشي ويتوصل وتفوت لوسات ان شاء الله بخير وعلى خير، وعبد المجيد تبون ان شاء الله ربي يستر ويحفظه يرجع وحنا الخبره تمشي، واللي عنده دوسي مليحه او يمشي، واللي الدوسي تاعو مليحه ويسلك القضيه تاعنا تمشي، هذاك ويزيدوا يتحلوا علينا بيبان خلاف ان شاء الله وتطمر علينا ونترقلوا. هذه قضيه، هذه الوقت وقت الانتخابات لازمنا نكونوا مشاركين فيها بقوه كما قلنا، ولو ساتاي تمشي ويتوصل ويتفوت واش هو بعض الناس ولا بعض اللي ما يفهمش ولا ما فهمناش واش رانا نهضروا، انا نقول له لازم تزيد تشاور مستشارين، تشاور سياسيين، تشاور جيرانك وتشوف حنا واش رانا نهضروا تنسيق واش رانا تهضر، لكن رايحه على الخير ولا وين رانا رايحين. شوف تراش ممكن حنا غالطين، صح لنا سيدي صحوا لنا حنا ديما. لهذا التنسيقية الوطنية ديما نتكلمو باسم التنسيقية، قولوا نظرا للظروف الدولية الراهنة والتحديات الأمنية الداخلية، فإننا نلتزم باتباع قيادتنا السياسية والعسكرية. 2 الحفاظ على الاستقرار والأمن الذي وصلت إليه البلاد، فإننا ندعم سياسة الرئيس
فإننا ندعم سياسة الرئيس. ثلاثة، مطالب مشطوبي الجيش الوطني الشعبي بجميع الفئات يمكن تأجيلها إلى غاية الانتقال إلى العهدة الثانية للرئيس. ونكسيو شوية. قلنا ثلاثة، مطالب مشطوبي الجيش الوطني الشعبي يمكن تأجيلها إلى غاية الانتقال إلى العهدة الثانية للرئيس ودعمنا له في حملته الانتخابية ومنحه أصواتنا وأصوات عائلاتنا لما لمسناه فيه من صدق النوايا. حنا الشيء اللي قلناه على الرئيس حنا ماشيين فيه. ربعة، المصلحة العليا للوطن. ربعة، إن المصلحة العليا للوطن تتحتم علينا تزكية الرئيس عبد المجيد تبون والمساهمة في مسيرة البناء. بناء الاقتصاد الوطني. هادو الربعة هادو تاع باسم التنسيقية. حنا لازمنا الشيء اللي نهضرو نوفيو به والشيء اللي نصرحو به نوفيو به. كما كنا نهضرو على القضية كيفاه بدات وين عادت وين ماشي. حنا الشيء اللي هضرناه ولا الشيء اللي نقولوه هنا أو نهضروه، حنا رانا عسكريون سابقون، ولاد الرجالة، والمطالب تاعنا راهم مطالب شرعية. المطالب تاعنا من دولتنا، ما كان حتى دولة بخلاف دولتنا. المعاملة تاعنا مع رئيس الجمهورية ومع القيادات السياسية والعسكرية، ما عندنا حتى بلاد نهضروا عليها ولا نشوفوها باش نجيبوا الحق هذا. إلا كنت تقول لي أنا ما نمشيش هكذا ولا نمشيش هكذا، هذاك رأيك. ولي عندك منين تجيب لنا روح. التسوية تاعنا راهي سياسية، وزارة الدفاع ما عندها منين تعطيك المبلغ المالي. لو كان ما يعطيهناش رئيس الجمهورية ويقرر رئيس الجمهورية ويخصوا لنا المبلغ المالي ويحولوه لوزارة الدفاع باش نخلصوا 5000 مليار العام ولا، ويشوفوا منين يجيبوه ويخصوه وراهو دائم. حنا ما عندناش منين نديوه، ما نبقاوش نهضروا الهضرة اللي ما نبقاوش نهضروا منه من ولا واحد ما على بالوش واش كاين ويجي يفهم في الفيديو ولا يجي يعلق ولا. حبسونا لي لايف، حبسونا دابا نركزوا على الحملة الانتخابية. من اللوسات جوايه الكاد تحبس الانتخابات يتخلص، ماشي من بعد تقول لي انت كيف روح للرئيس واحد يقول لك شوف الرئيس. ومنين نشوف الرئيس؟ انت ما وقفش معايا ولا اخر يقول هكذا ولا اخر من بعد نروح للرئيس. منو يعطيني انا؟ منو اللي يفتح عليا ولا عليك يا اخي؟ نجيبو من تم. يبا نسمعوا لبعضنا ونمشيو في الطريق هذا، والطريق هو صحيح ان شاء الله ويطمر. كي نقول لكم انا يطمر علينا ان شاء الله. نروحوا حنا نروحوا للعهده الثانيه، والتسويه تاعنا رانا نتريقلو بربي حنا نتريقلو كيما اليوم، والله غير كيما اليوم ما يبقى والو. انا ما نزيد عليكم حتى بشي. كعسكري سابق من القوات الخاصة جرينا أنا ما فتح علينا حتى واحد الباب وما عطانا حتى واحد، وكامل كان والأغلبية كانت بالملفات المدنية والعسكرية وخارجة صفر اليدين. تبون عبد المجيد اللي فتح علينا اللقاء واللي فتح علينا الحوار واللي حول الملفات العسكرية والمدنية للنواحي العسكرية. تحب ولا تكره، كنت ما كانش اليوم راك في الرقم هنا، كنت ما مش مسموع اليوم راك مسموع. كاين اللي كان بالدوسي تاعو في الدار اليوم ويخلص. نقولوا الحمد لله. هذا واش راح نقول لكم، نسمعوا لبعضنا ونمشيو. حنا رانا في الطريق الصحيح، وعلى قد ما رانا نمشيو والدوله يتفرج في النيه تاعنا وتشوف فينا كيفاه رانا ماشيين. امير ميزيدو يتفتحوا علينا البيبان، بقات فيها الهضره وفلان واكس وزيد وبوزيد والمنشورات اللي مش مليحه والتعليقات السلبيه وكذا، او حنا الخاسرين. لهذا حطوا اليد في اليد، الوقت ما بقاش منا اللوسات. حبسوا علينا لي فيديو، حبسوا علينا الهضره اللي مش مليحه، حطوا اليد في اليد. لحمه وحده بربي ان شاء الله تستمر. كي نقول لكم انا بربي ان شاء الله تستمر، غير تستمر. هذا واش راح نقول لكم. الشيء اللي صرا في العاصمة راني هضرت لكم،
يكون عندنا لقاء خلاف، وان شاء الله الموسيقيين الولائيين ينسقوا مع مديري، راح يكون عندنا لقاء خلاف مع مدير الحمله، زيدوا نقدموا له الانشغال ونخدموا على الانتخابات فوق 12 مليون، لازمنا نخدموا على 12 مليون فما فوق اللي تبوني كارطوني بها. هذا واش راح نقول لكم، انا ممكن الاسبوع هذا، ممكن غدوة الجمعه عندي شغل، السبت والله نكون في تبسة في الشريعه ونتلاقاو المناضلين، ان شاء الله المناضلين يحضروا بقوه ونتكلموا الشيء اللي ما تكلمناش هنا في الفيديو، اللي عنده سؤال تما نجاوبوه. هذا واش راح نقول لكم، الشيء اللي ما نقدروش نهضروه هنا في الفيديو اللي بيناتنا الخاص نخليوه. حنا الوقت هذا نتكلموا على الانتخابات الرئاسيه المشاركه فيها بقوه من اللوسات، والمشاكل الداخليه كي نتلاقاو نهضروهم ولا نهضروهم بالتليفون، ونحبسوا علينا لي فيديو اللي قاعدين يديروه لي فيديو، من بعد نتصل بهم. وما بقاش الحال، نقول لكم انا ما بقاش ويتريقل. وتهلاو في ارواحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.